بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معكم الدكتور حسن فتحي، مدرس الهيستولوجي بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف. استكمالا للإندوكرين سيستم، إن شاء الله معكم المحاضرة الثالثة في الإندوكرين سيستم. هنستعرض فيها الثيرويد والبارا ثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند دي لارج اندوكراين جلاند ان ذا فرونت اوف ذا نيك. It has two lobes connected by an ازمس. دي لارج جلاند موجودة في الفرونت اوف دي تراكية، consists of two large loops connected to each other by the ازمس. It is butterfly shape. كأي جلاند خدناها قبل كده، زي ما قلنا ان الجلاند بتتكون من الستروما او السبورتيف بارت والبارينكما او الفانكشنينج بارت. فبالنسبة للثيرويد جلاند، الاستروما بتتكون عندنا من ثلاث حاجات زي ما احنا عارفين قبل كده، بتتكون من كبسول وترابيكولي وريتيكولار كونكتيف تيشو. بالنسبة للكبسول، الثيرويد جلاند هاز تو كبسول. في اوتر فولس كبسول، ده بيتكون من البريتراكية الفاشية، والانر ترو كبسول ويكون ثين كونكتيف تيشو سيلز فايبرز firmly adherent to the gland. تاني حاجة الترابيكولي، ده عبارة عن connective tissue cells and fibers بيكون thin we divide the gland into lobes and capsules we carry blood vessels of the thyroid gland. تالت حاجة reticular fibers، ده connective tissue reticular cells و fibers in the background. وزي ما احنا عارفين ان reticular connective tissue fiber stained by the sulfur stain. بالنسبة للبارينكما اللي هي الفانكشنينج بارت اوف ذا ثايرويد جلاند، طبعا بيتكون من الثايرويد فوليكلز. والثايرويد فوليكلز بيتكون من فوليكولار سيلز، دي اكونت اباوت 98% ودي اندوديرمال ان اوريجين. والبارا فوليكولار سيلز او السي سيلز دي ريبريزنت باي 2%. انا زي ما اتفقنا ان الفانكشنج بارت او البارينكما اوف ذا ثايرويد جلاند بيتكون من الثايرويد فوليكل. الثايرويد فوليكل از ذا فانكشنال يونت اوف ذا ثايرويد جلاند، بتتكون من rounded or oval cells surrounded by fenestrated capillaries والفوليكل lined by pubical epithelium resting on the basement membrane surrounding the lumen filled with acidophilic colloid. يبقى احنا عندنا كل follicles بتبقى هنلاقي اليومن بتاع الفوليكل هنلاقي في الاسيدوفيليك كولويد او الماتيريال ده بنقول عليه الجلايكوبروتين او الايودونيتد جلايكوبروتين. كل فوليكل عندنا lined by two type of the cells. زي ما قلنا ان المين سيلز عندنا الفوليكولار سيلز، ودي بتكون عندنا شكلها باللايت ميكروسكوب كيوبويدال سيلز with basophilic cytoplasm و central rounded nucleus. طيب في لو عندنا في اختلال في الفانكشن بتاعت الثيرويد جلاند، لو في هايبر ثايرويديزم هنلاقي الخلايا بتحول من كيوبويدال سيلز الى كولومنر سيلز. لو العكس في هايبوثايرويديزم هنلاقي الخلايا بتصبح عندنا فلات سكويامس سيل بدلا من الكيوبويدال سيلز. طيب بالالكترون مايكروسكوب هنلاقي الابيكس اوف ذا سيل شو شورت مايكروفولاي، وهنلاقي السيلز عندنا جوينت باي تايت جانكشن. طيب هنلاقي طبعا الخلايا عندنا اكتف
سيلز هنلاقي فيها ميتوكوندريا، هنلاقي فيها رافد اندوبلازميك وسوبرا نيوكلير جولجي ابريتس، هنلاقي فيها ريبوسومز، وهنلاقي فيها ابيكال سكريتوري فيسيكلز، وهنلاقي فيها لايسوزومز. طيب الفانكشن بتاعت الفوليكولار سيلز ده سكريت الثيرويد هرمونز اللي هو تي 3 اند تي 4 اندر ذا كنترول اوف تي اس اتش اللي هو بيطلع عندنا من البيتوتري جلاند، وده بيحفز الخلايا بتاعت الفوليكولار سيل تو سكريت الثيرويد هرمونز. يبقى زي ما اتفقنا ان الثيرويد جلاند بتتكون من مالتيبل فوليكلز، والفوليكل ده عباره عن الفانكشنال يونت اوف ذا ثايرويد جلاند لايند باي سمبل كيوبويدال ابسيليوم، وان الفوليكلز فيلد ويز كولويد اوف جلايكوبروتين اللي هو ايودينيتد جلايكوبروتين. والفوليكولار سيل ده سينثايز ثايرويد هرمونز اللي هو تي 3 اند تي 4 which is secreted into the bloodstream. طيب الهايبوثالاموس ريليزنج فاكتور اللي هو ال TRH which make pituitary release TSH اللي هو الثيرويد ستيمليتنج هرمون which make thyroid release الثيرويد هرمونز ال T3 and T4. ده بالنسبة لل synthesis and release of the thyroid hormone. يبقى زي ما اتفقنا ان هو under effect of the TSH under control of the pituitary gland attached to receptors at the surface of the follicles. A TSH عندنا B activate follicular cell to synthesis of the T3 and T4. بيبقى مبدئيا بياخد الفوليكل سيل بتاخد الايودين اللي موجود في البلاد ستريمز ويدخله الى السيلز، وبعد كده الايودين بيتحد مع الثيروجلوبولين in the center of the follicles under وتبدا الشورت مايكروفيلاي اوف ذا of the follicular cells engulf of the iodated thyroglobulin and under effect of the lysosome ده بيحصل release أو digestion by the enzyme which in the presence of the lysosome عشان تي release of the T3 and the T4. طيب الـ function of the thyroid hormone طبعا ده من اللي هو الـ important hormones which increase growth and metabolism. ده كمان الـ T3 والـ T4 stimulate the mitochondria أو الـ mitochondrial protein synthesis, increase absorption of carbohydrate, regulate fat metabolism, promote cell growth وانكريز البيزل ميتابوليك ريت اند افكت موست بودي فانكشن زي انكريز الهارت ريت والرايزز ذا البودي تمبريتشر انكريز النيرفس اكتيفيتي وانكريز الجي اي تي موتيلتي اند سو اون. احنا قلنا ان المين component of the follicles بيتكون عندنا من الفوليكولار سيل وده represent about 98%، بينما في 2% من بقية الخلايا الموجودة في الفوليكل ده عبارة عن البارا فوليكولار سيلز أو السي سيلز، و دي derived from the neural crest ectoderm located between the follicular cells and between the follicles. البارا فوليكولار سيلز are larger cells with clear cytoplasm، وده عشان نقدر نفرقها بينها وبين الفوليكولار سيلز ان هي عندنا في البارافوليكولار بيكون السيتوبلازم عندنا clear cytoplasm and small secretory granules containing الهرمون اللي هو اسمه كالسيتونين. يبقى اللي عندنا الفوليكولار سيلز secrete ال T3 and T4 هو البارافوليكولار containing ايه or secreting الكالسيتونين. الكالسيتونين is made in response to high blood calcium
وكمان ده ما بيخضعش لتأثير البيتيوتري جلاند. It is not regulated by the pituitary gland. Calcitonin lowers the blood calcium level by inhibiting of the osteoclast resorption and the osteoclast cells. يبقى الكالسيتونين بياخد الكالسيوم الموجود في البلاد ستريم ويعمل mineralization to the bone وكمان inhibit الاستوكلاستيك افكت او الاستوكلاستيك ريزوربشن. يبقى ده عكس الايه الباراثيرويد هرمون. الكالسيتونين بيعمل mineralization to the bone while الباراثيرويد هرمون بيعمل ريزوربشن to the البون. يبقى المين فانكشن بتاعت الكالسيتونين increase the blood calcium. يبقى هو عندنا بيزود الايه blood calcium and not regulated by the pituitary gland. ده هاي سيكشن او هاي ماجنيفيكيشن اوف ذا ثايرويد جلاند عشان يوضح عندي الثايرويد فوليكلز والبارا فوليكولار سيلز. زي ما قلنا ان الفانكشنال يونت اوف ذا ثايرويد جلاند ات از الفوليكلز. هنلاقي الفوليكلز عباره عن سيركل بيتكون من سيمبل كوبويدال سيلز، وهنلاقي ان الايه ان النيوكلاس بتاعنا بتكون راوندد اند سنترال، وكمان باللايت ميكروسكوب مش هنقدر نشوف الديفرنشيشن بين تو سيلز، ولكن هنلاقي النيوكلاس ريجولار او ويز اتش اذر وذاوت ديستنجويشت الثيلمبرين اوف ذا تو سيلز. بينما البارافوليكولار سيلز زي ما اتفقنا انها موجوده بين ذا الفوليكولار سيلز اند الفوليكلز، هنلاقيها ان هي بيل سيتوبلازم اند النيوكلاس بتاعت البارافوليكولار سيل بتكون لايت نيوكلاس، هوايل ذا الفوليكولار سيل بتكون دارك نيوكلاس. ده يبقى اذا ده عباره عن هاي ماجنيفيكيشن باللايت ميكروسكوب تو represent of the thyroid follicles عشان يوضح عندنا follicular cells and parafollicular cells، وهنلاقي في center زي ما اتفقنا اللي هو الثيروغلوبولين او الايوديتد ثيروغلوبولين، ده عبارة عن اللي هو acidophilic material which present in the center of the follicles. يبقى احنا كده قلنا الثيرويد جلاند زي ما اتفقنا ان الثيرويد جلاند دي لارج اندوكراين جلاند which present in the front of the trachea وبتتكون من تو لارج لوبس، وبتوين التو لوبس هنلاقي فيه الاسمس تز ايه بريدج بتوين ذا تو لوبس. وزي ما قلنا سريعا تاني ان الجلاند عباره عن استروما وعبارة عن بارينكما. الاستروما عبارة عن في كبسول وترابيكولي وريتيكولار كونكتيف تيشو، والبارينكما زي ما اتفقنا ان هي فيها ثيرويد فوليكلز، والثيرويد فوليكلز ده المين بالك اوف ذا ثيرويد جلاند. و عندنا في بارا فوليكولار سيلز زي ما اتفقنا ان البارا فوليكولار سيل ريبريزنت اباوت 2% ودي عبارة عن لارج سيل ويز بلير ويز بيلر سيتوبلازم سو كولد clear and stained with silver. ودي present between basement membrane and follicular cells. ودي ال parafollicular cell don't reach to the lumen of the follicle. لو جينا بصينا عليها بالـ EM هنلاقي إن هي فيها have mitochondria ورف endoplasmic وجولجي وفيها basal secretory granules، وزي ما اتفقنا إن هي secret اللي هو السيروكالسيتونين. ده decreased blood calcium. يبقى احنا عندنا معلش احنا نأكد ان البارا فوليكولار سيل بيفرز الكالسيتونين، والكالسيتونين ده بي decrease ال blood calcium.
ده عكس الباراثيرويد اللي هو او الباراثيرويد بي انكريز زي البلاد كالسيوم، بينما الكالسيتونين ديكريز. بناكد عليها تاني ان الكالسيتونين ديكريز البلاد كالسيوم، عشان هو بياخد البلاد كالسيوم ويعمل مينراليزيشن للبون، فبالتالي بيقلل البلاد كالسيوم. ده عكس الباراثيرويد هرمون. في بعد كده في الانتر فوليكولار تيشو بتوين ذا ثايرويد فوليكل، في ريتيكولار كونكتيف تيشو زي ما قلنا، وفي انتر فوليكولار سيلز، وفي فينستريتد بلاد ايه بلاد كابينرز. طيب الجزء اللي بعد كده الباراثيرويد جلاند، وهم عبارة عن أربع جلاند present in the posterior surface of the thyroid gland. هنقول تاني زي ما اتفقنا ان اي جلاند بتتكون من استروما وبارينكما. الاستروما عندنا بتتكون من كبسول وترابيكولي اند ريتيكولار كونكتيف تيشو. بالنسبه للكبسول هنلاقي كونكتيف تيشو سيلز وفايبرز، وبيكون ثين في الباراثيرويد جلاند، انما الترابيكولي عباره عن كونكتيف تيشو سيلز وفايبر. وديفايد الجلاند انتو انكمبليت لوبيولز كاري بلاد فيزلز اند بلاد اي كابيلرز، وريتيكولار كونكتيف تيشو ريتيكولار سيلز وفايبر ان ذا باك جراوند، وزي ما قلنا ان هي ستيند باي زي السيلفر ستين. البارينكيما دي عباره عن سيلز ارينجد ان انستموزنج كورد سيباريتد باي فينستريتد كابيلاريز. يبقى هنقول تاني زي ما اتفقنا ان الباراثيرويد جلاندز دي عباره عن 4 جلاندز اون ذا بيستير سيرفيس اوف ذا ثايرويد جلاند. طيب المين فانكشن بتاع الباراثيرويد؟ سكريت باراثيرويد هرمون تو ريجوليت كالسيوم ليفل ان بلاد. يبقى هو عكس الكالسيتونين ان هو بيرفع الكالسيوم ليفل ان ذا بلاد، اكتيفيت الاوستيوكلاست والبون ريزوربشن. يبقى الاكشن بتاع الباراثيرويد هرمون بيبقى عكس الاكشن بتاع الكالسيتونين. الباراثيرويد رايزز كالسيوم ليفل ان ريسبونس تو لو سيرم كالسيوم، يعني اول ما الكالسيوم اللي موجود في البلاد بيقل ده بيكون ستيمولس للباراثيرويد تو سكريت الباراثيرويد هرمون، ودي برضو ملهاش ريجوليشن اندر ذا البيتيوتري جلاند. في عندنا في نوعين من الخلايا موجودين في الباراثيرويد جلاند، تو مين سيلز تايبس. النوع الاولاني او النوع الرئيسي اللي هو تشيف سيلز اللي هو سكريت باراث هرمون اند اوكسيفيلز، والفانكشن بتاعته بتكون انون فانكشن. طيب لو عملنا كومباريزون بتويت زي تشيف سيلز والاكسفيل سيلز هنلاقي طبعا ان المين بالك بتاع الباراثيرويد جلاند اللي هو عبارة عن التشيف سيل زي ما اتفقنا، وهي اللي بتطلع الباراثورمون هرمون. ان التشيف سيلز نيومرس باللايت ميكروسكوب هتكون نيومرس اند سمول ان ذا سايز، بتكون بوليجونال سنترال راوندد نيوكلوي بيزوفيليك سيتوبلازم، وده حاجة مهمة طبعا بنقدر نفرق بيها بتوين زي التشيف سيلز والاكسوفيل سيلز. النيوكلاس بتاعنا بتكون اكتف عشان كده بتبقى فيزيكولار نيوكلاي. الفاين سيكريتوري جرانيولز اللي هي بتحتوي على البرس هرمون لو جينا بصينا عليها بالالكترون ميكروسكوب هنلاقي طبعا عشان برضو خلايا اكتف او بروتين سينثيسيس سيلز هنلاقي ريتش ان ميتوكوندريا الراف اندوبلازميك ريتيكولوم الجولجي ابريتاس، وهنلاقي فيها سيكريتوري جرانيولز بالالكترون ميكروسكوب. زي ما اتفقنا الفانكشن بتاعنا اللي هو سكريت البرس هرمون انكريز البلاد اي كالسيوم. طيب النوع الثاني من الخلايا الموجوده في البرا ثايرويد جلاند هو عباره عن الاوكسيفيل سيلز، دي هنلاقيها عكس التشيف سيلز، هنلاقيها بلايت ميكروسكوب بليس نمبر، هنلاقيها لارج ان سايز بات انكريز نمبر ويز ايج، يعني كل ما الانسان بيتقدم عمره بنلاقي الخلايا الاوكسيفيلز بانكريز ان ذا نمبر. هنلاقي ان هي فيها اوفال اور راوندد سيلز ويز اكسنتريك نيوكلاي. هنلاقي سيتوبلازم عكس التشيف سيلز هنلاقيها اسيدوفيليك سيتوبلازم اند دارك نيوكلاي، يعني ان النيوكلاس بتاعنا ما يكونش اكتف عشان كده هنلاقيها
دارك نيوكلاي. هنلاقي في اسيدوفيليك جرانيولز بالالكترون ميكروسكوب، هنلاقي اللي هو الكلير فيها هيكون ميتوكوندريا بس، وطبعا الفانكشن بتاعنا بتكون unknown function or exhausted chief cells. يبقى الباراثيرويد جلاند زي ما اتفقنا فور جلاندز بوستير اوف ذا بوستير سيرفيس اوف ذا ثايرويد جلاند. المين فانكشن بتاعنا سكريت الباراثيرويد هرمونز وريجوليت الايه الكالسيوم ليفل. الباراثيرويد هرمون ريز كالسيوم ليفل ان ريسبونس تو لو ثيرم كالسيوم، وده نوت ريجوليتد باي ذا البيتيوتري جلاند. وزي ما اتفقنا ان في تو مينز سيلز اللي هو تشيف سيلز سيكريت البارس هرمون هرمون اند اوكزي فيلز، الفانكشن بتاعنا بتكون انون او عباره عن اوكزي تشيف سيلز. ده لو باور اوف ذا باراثيرويد جلاند. هنلاقي فيه عندنا الباراثيرويد جلاند وفيها اديبوز تيشو اللي هو الوايتش اديبوز تيشو، وهنلاقي عباره عن فيها زي ايه ايلتس موجود عندنا من الايه المين التشيف سيلز، وهنلاقي ان الخلايا الاخرى اللي هي السيتوبلازم بتاعها بيكون اسيدوفيلك، ده عباره عن الاوكسوفيلز سيلز. ده صوره باللايت مايكروسكوب هاي ماجنيفيكيشن عشان توضح لنا الباراثيرويد تشيف سيلز. زي ما اتفقنا هنلاقي النيوكلاس بتاعنا بتكون دارك نيوكلاس او فيزيكولار سوري هتبقى فيزيكولار نيوكلاس، وهنلاقي السيتوبلازم بتاعنا بيكون بيزوفيليك سيتوبلازم، وهنلاقي برضو عندنا في بلاد كابيلاريز بتوين في الكوردس اللي بتتكون من الخلايا. دي صوره باللايت مايكروسكوب عشان توضح بالهاي ماجنيفيكيشن عشان توضح الاوكسوفيل سيلز. زي ما اتفقنا ان الخلايا بتاعه الاوكسوفيل سيل بتكون ليس نيومرس، وهنلاقيها لارج سيلز، وهنلاقي ان بتكون اوفال اور راوندد سيلز، والنيوكلاس بتاعنا بتكون اكسنتريك نيوكلاس، وهنلاقي سيتوبلازم اتفقنا ان هو عباره عن ايه ديبلي اسيدوفيليك سيتوبلازم ودارك نيوكلاس، وهنلاقي فيه ايه اسيدوفيليك جرانيولز. كده انتهينا من الاندوكراين الاندوكراين سيستم المحاضره الثالثه، واستعرضنا فيها الثايرويد جلاند والباراثايرويد جلاند. وزي ما اتفقنا ان الثايرويد جلاند ديت ايه واحده من اللارج اندوكراين جلاند which present in the front of the trachea، وبتتكون من تو لوبس، والتو لوبس connected to each other by the isthmus. وزي ما اتفقنا ان اي جلاند عندنا تتكون من الاستروما وتتكون من البارينكيما. الاستروما اللي هي سبورتيف تيشو، وهوايل زي البارينكيما is the functioning part. The follicles of the thyroid gland it is the functional unit of the thyroid gland. وزي ما اتفقنا ان الفوليكل بتتكون من 98% من الفوليكولار سيلز اللي هي بتبقى سيمبل كروبويدال سيلز، وتتحول الى فلات سيلز ان هايبوثايرويديزم، او تتحول الى سيمبل كولومنر ان ذا هايبر ثايرويديزم. وان 2% من الفوليكلز بيكون عباره عن ذي سي سيلز، السي سيلز او البارافوليكولار سيلز which present between the basement membrane، ولكن ان البرافوليكولار not reached to the lumen، واليومن بتاعنا بيكون في الثيروغلوبين او الايودينيتد ثيروغلوبولين الكولويد يعني، ده stores for the iodine وبعد كده بيتحول الى ال T3 انتي 4. وبعد كده قلنا الباراثيرويد جلاند، والباراثيرويد جلاند دي فور باراثيرويد جلاند which present in the posterior surface of the thyroid gland، وتتكون عندنا من تو سيلز، التشيف سيلز اللي هو المين سيلز اللي بتطلع الباراثيرويد هرمون،
والاوكسيفيل سيلز اللي هي عباره عن اكزوستد سيلز اور ان نون فانكشنينج سيلز. نكتفي بهذا القدر ونلقاكم ان شاء الله في المحاضره الرابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا.